بأنه يوجد في عائلتنا عادة وهي أنه عندما يريد أحد الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجة أو بينه وبين أبي الزوجة، وجميع من يهمهم الأمر خفية، وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة، وقبل ذلك لا يكون لديهم علم ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر، وذلك بأن هذه قاعدة عندنا وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج. فهل هذا العمل صحيح من قبل الشرع، علما بأنه لا يكون هذا إلا بين الأقارب بعضهم البعض؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أن العادات لا تحكم على الشريعة، بل الشريعة هي الحاكمة على العادات. فإذا كانت العادة على خلاف الشرع فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسك بما دلت عليه الشريعة. وهذه العادة التي أشار إليها السائل بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلم مع أوليائها سرا وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج بدون أن يؤخذ رضاها، هذه العادة مخالفة للشرع. فبناء على القاعدة التي أشرنا إليها آنفا تكون عادة باطلة لا يجوز البقاء عليها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته أو امرأة ممن له ولاية عليها إلا برضاها، سواء كانت ذكرا أم طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. ولا فرق في هذا بين الأب وغيره، حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته ولو كانت بكرا إلا برضاها. ويجب إذا عرض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن تبين حاله على وجه تقع به المعرفة وتقدم المخطوبة على القبول عن بصيرة، ولا يكفي أن يقال إن فلان خطبك وإننا نريد أن نزوجك منه حتى يبين لها حال هذا الرجل، إلا إذا فوضت وليها فقالت إذا استشارها قالت: أنت أعلم، إذا رأيت أنه صالح وكفء فأنا موافقة. ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها حال هذا الخاطب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة، وما رأي الإسلام فيه؟ لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكرا، بل في ذلك نص خاص في الأب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأمرها أبوها. لا، فهو نص صريح في أنه لا بد من رضا المرأة في التزويج، هذا هو ما يقتضيه الشرع. أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير، لأنه أولا تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانيا يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين، قبيلة المرأة وقبيلة الرجل، فيحدث في ذلك الخصومة والنزاع، وكذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر، فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص. لا، ويكون المال كثيرا يأثر على أولياء المرأة فينظرون بذلك. على كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضى. لا. نعم. ولكن فضل. لو أن البنت رضيت رجلا ليس كفئا في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت: أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل شابا كان أو كبيرا ولكنه في دينه ليس مرضيا، فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على أن لا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينت، فإنه ليس عليهم في ذلك إثم، لا سيما في من لا يصلي، لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفرا مخرجا عن الإسلام، والكافر لا يحل له أن يتزوج المسلمة. وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة، لا، سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين، لأن أمرها عظيم وجرمها كبير. لا.